هذا عذرا منكم مرحاض. هو مرحاض عادي من البورسلين وضع في معرض بقصر جراند سنترال في نيويورك عام 1917 من قبل الفنان الفرنسي مارسيل دوشان. ممكن تكونوا عم تسألوا حالكم، لحظة، هل يعتبر هذا عمل فني مثل ما يعتبر هذا عمل فني؟ خلونا نحكي عن الفن المفاهيمي. الفنان دوشان كان يعتبر رائد في الحركة الدادائية، وعمل الفني نافورة اللي تم التوقيع عليه آر مات بمعنى آر المغفل هو مثال على مفهومه للجاهز، حيث كان يأخذ أشياء عادية ومصنعة ويعرضها بالمعارض والمتاحف باعتبارها فن. دوشان كان بده إيصال رسالة بتشكك بالأعراف الراسخة ومفاهيم الفن المتفق عليها يلي أثار كثير من الجدل بوقتها. أصبح تأثير دوشان على الفن المفاهيمي أكثر وضوحاً خلال الستينات من القرن الماضي عندما برز الفن المفاهيمي كحركة مستقلة وانتشر على نطاق واسع بالولايات المتحدة. هالفن بيركز على منطلق إنه الأفكار أهم من المواد والأساليب والمهارات التقليدية المستخدمة عادة في إنتاج الفن، وهيك بتصبح الفكرة والمفهوم أكثر أهمية من العمل الفني النهائي نفسه. وكما هو الحال بالفن الاختصاري أو المينيماليزم، يصبح محور الفن هو الأسئلة اللي بيطرحها ومش الإجابات. الفنان هنري فلينت كان من بين أوائل من تناول هالحركة الفنية وأطلق عليها اسم فن المفهوم عام 1961. بعدها بفترة قصيرة تغير هالمصطلح للفن المفاهيمي بواسطة الفنان الشهير سول لويت اللي شرحه في عام 1967 بهالطريقة. في الفن المفاهيمي تعد الفكرة أو المفهوم الجانب الأكثر أهمية في العمل، ويعني ذلك أن مجمل عمليات التخطيط والقرارات تتم مسبقاً وأن التنفيذ هو أمر ثانوي. خلونا نشوف بعض السمات الرئيسية اللي بتحدد الفن المفاهيمي. أولاً، المفاهيم. فالعمل الفني هو الفكرة وليس تنفيذ الفكرة، بما أنه تنفيذ الفكرة على شكل قطعة فنية هو مجرد وسيلة لنقل الفكرة بصرياً. ثانياً، تجريد الأشياء والاستغناء عن المادة، واللي بيعني أنه تركيز العمل الفني بيكون على الأفكار والمفاهيم الكامنة وراءه بدل من العناصر المادية بحد ذاتها. ثالثاً، الموقف النقدي. الفن المفاهيمي يعنى بكسر تعريف الفن ليحرر الفنان من الأعراف التقليدية والمثل الجمالية المتبعة ومقاييس المهارة، وبنفس الوقت بيعتبر طريقة لانتقاد الأنظمة القائمة. في عصر ما بعد الحداثة بأواخر القرن العشرين ظهر الفن المضاد كتعبير عن موقف الفنان الساخر والمدرك لذاته، واللي كثير من الأحيان بيخلق أعمال فنية بتهزأ من بعض التقاليد الفنية وبيعترض عليها. شكلت المفاهيمية طريقة للاعتراض على الفن بمعناه وأدواته التقليدية، ودفع حدود الفن لأفاق جديدة، خاصة مع محاولات الفنانين المفاهيميين لجعله طريقة للمعارضة السياسية ووسيلة تعبير حرة دون إطار مرجعي واحد، سواء كان ثقافياً أو جمالياً أو عقائدياً. كان الفنانين اللي بيشتغلوا بالفن المفاهيمي بدهم تغيير الأفكار حول استمداد الجمال من الفن وحتى تغيير معايير الجمال ذاتها. ومثل ما الفنان الفرنسي ريني ماغريت بيذكرنا بأنه لوحة الغليون هي ليست فعلاً غليوناً، فأعمال الفنان جوزيف كوسوث كمان غالباً ما بتستكشف العلاقة بين اللغة والفن، مثل عمله الفني كرسي وثلاثة كراسي من عام 1965 اللي كان بيتضمن كرسي وصورة للكرسي وتعريف لكلمة كرسي من القاموس، واللي بيخليك تفكر بتعريف الكرسي الفعلي. خلونا نتناقش بقسم التعليقات أدنى، أي من هالكراسي هو الأكثر تمثيلاً للكرسي؟ صورة للكرسي؟ أم تعريف الكرسي بالقاموس؟ أم كرسي بمتحف ممنوع الجلوس عليه واللي بيجعله غير مفيد؟ هل بيرتبط تعريف الكرسي ويحدد مباشرة من خلال استخدامه؟ يعني هل البطانية بتتوقف عن كونها بطانية إذا لم يستخدمها أحد للنوم؟ بيلجأ الكثير من الفنانين المفاهيميين لاستخدام النصوص والتعليمات، بحيث ممكن يكون العمل الفني مجرد مجموعة من التعليمات يمكن لأي شخص اتباعها لإنشاء القطعة الفنية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك كتاب الفنانة يوكو أونو Grape Fruit اللي نشر عام 1964، واللي بيحتوي على سلسلة من نصوص فن الأداء مع تعليماتها لتمكن الناس من إعادة تمثيلها، واللي بيجعل من أي شخص فنان. ويمكن للأعمال الناتجة أنه تكون مذهلة، لكن الفضل في ذلك لا يعود لللمسة الفردية للفنان، بل للفكرة المدعمة بتنفيذ مناسب ومشاركة المشاهد باعتباره متلقي للعمل. بدأت حركة الفن المفاهيمي بالتشكل بالعالم العربي بالنصف الثاني من القرن العشرين، متأثرة بالاتجاهات الفنية العالمية والسياق الاجتماعي والسياسي والثقافي للمنطقة.
وهون تبرز أعمال الفنان الإماراتي حسن شريف اللي تعد أغلبها مفاهيمية وتجريبية، بالذات أعماله في فنون التجميع والنحت. هالأشياء مثل ما كان يسميها تم تشكيلها باستخدام مواد صناعية أو منتجات رخيصة للاستهلاك اليومي واللي تنتج بكميات كبيرة. تعد الفنانة منى حاتوم مثال بارز آخر، حيث بدأت بثمانينات القرن الماضي بتشكيل أعمال فنية ومنحوتات باستخدام مجموعة واسعة من المواد. أنتجت الفنانة عدد من الأعمال الفنية باستخدام أغراض منزلية، غالباً ما بتطرح من خلالها مواضيع التهجير والنزاع وهشاشة الوجود البشري. سألت الفنانة أملي جاسر الفلسطينيين اللي بيعيشوا بالخارج شو بيحبوا يعملوا إذا استطاعوا العودة لوطنهم، ومن بعدها قامت بأداء هالمهام نيابة عنهم ضمن مشروع يسلط الضوء على القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين والشوق للتواصل مع وطنهم. أما الفنان المغربي منير فاطمي فيعرف بشكل رئيسي بأعماله المفاهيمية اللي بتبحث بمواضيع مثل الهوية الثقافية واللغة وتأثير التكنولوجيا على المجتمع، وبالتالي بيكونوا هالفنانين عم بيناقشوا مواضيع وأفكار مهمة من خلال أعمالهم الفنية. لربما يكون الفن المفاهيمي صعب التفسير إلا أنه بيقدم تجربة ثرية ومحفزة فكرياً. يعد الفن المفاهيمي أغلبه فن سياسي، ليس من خلال تصوير الأحداث الجارية، وإنما من خلال التزامه بإعادة تقييم الوضع الراهن. ومنقدر نقول إنه هالأعمال ممكن تأثيرها يمتد حتى مع تغير الزمن، فالرخام ممكن يتفتت واللوحات ممكن يبهت لونها، أما الأفكار فالأفكار ممكن تدوم للأبد. إذا حبيتوا محتوانا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة. تقدروا كمان تساعدونا بإنشاء محتوى جديد عن تاريخ الفن العربي من خلال دعمنا على صفحة باتريون الخاصة فينا.